من شهر تقريبا كلمتني واحده صاحبتي قالت لي يا دعاء في واحده عرفت ان انا اعرفك، فعماله تبعت لي في رسائل كتير جدا وتقولي الحقيني الحقيني وصليني بدعاء فاروق ضروري عشان في مصيبه هتحصل لي وبيتي هيتخرب وهتطلق بسبب حلقه في برنامجها. ده حلقه في برنامجي يعني انا هتكون السبب في خراب بيتها وطلاقها؟ مين دي؟ طيب وصليني بيها. فالمهم وصلت لها، فالبنت يعني او الست الصغننه دي بعتت لي رساله حكت لي ان هي اتصلت بيا في برنامجي في حلقه قبل كده، كنت مستضيفه دكتوره هبه قطب، وهي كانت لسه عروسه جديده متجوزه بقالها شهر وكان عندها مشكله ما. المهم ان هي كلمت الدكتوره استفسرت والدكتوره ردت عليها عن قصتها يعني او مشكلتها والموضوع خلص. والحلقه دي بقالها قد ايه بقى؟ بقالها سنتين بالتمام والكمال. البنت دي اصلا دلوقتي يعني الدنيا ظابطه معاها جدا، حياتها مستقره، مش حياتها مش الطبيعي وبسلاسه، واتجوزت وخلفت وبتاع والدنيا ماشيه بيس جدا يعني. لغايه اما المكالمه اللي عملتها لفتها على اليوتيوب ووقعت في قرابيس جوزها وسمع المكالمه وعرف صوت مراته. زي ما بقول لكم الراجل ومراته كانوا كويسين ما عندهمش اي مشاكل، متجوزين ومخلفين بنوتة والحياة زي الفل، ومع ذلك الراجل أول ما سمع صوتها في فيديو على اليوتيوب الدنيا ولعت. إزاي تتصل ببرنامج وتحكي حاجة في منتهى الخصوصية قوي كده؟ قالت بقى اسم مستعار، غيرت صوتها وطته هو عارفها، لقط صوت مراته، والمكالمة الحقيقة معدية المليون مشاهدة. فقلت لها طب وبعدين يعني هنعمل ايه؟ قالت لي هو حالف يطلقني الا في حاله لو المكالمه دي اتمسحت من على اليوتيوب تماما تتمحي خالص. قلت لها طيب ماشي، بس ده مش قراري، انا لازم ارجع لقسم السوشيال ميديا في قناه النهار واقول لهم على المشكله ولازم يوافقوا يمسحوا الفيديو ده، ولا سيما انه طبعا الفيديوهات بتاعت اليوتيوب دي بتجيب فلوس طبعا، اول ما المشاهدات بتعلى بيجي اعلانات وكده وبتدخل فلوس للقناه، فالموضوع مش موضوعي مش قراري. المهم طبعا الناس المحترمين زمايلنا في قناه النهار ربنا يبارك لهم اول ما حكيت لهم الوضع قالوا لي لا لا ما تقلقش خالص هنمسح الفيديو فورا، ومسحوه في ثانيتها وما بقالوش اي اثر، ويا رب يكون يعني جوزها رضي عنها. قلت لها تاسفي له بقى وقولي له توبه من دي النوبه، اوعي تتصلي بينا تاني ابدا، اوعي تكلمينا تاني ولا اي حد من اللي بيحصل له مشاكل او يعني ماشي. طبعا الكلام ده مش لحضراتكم تتصلوا عادي، بس الحقيقه الفكرة إنه كم الأسرار والاستشارات والحكايات عن تفاصيل العلاقات الزوجية بين أي اتنين، الحقيقة هو مش بس في البرامج، لا هو متاح ومتوفر وموجود بغزارة على كل مواقع التواصل الاجتماعي. وكم كبير جدا من الستات اللي يعني بتدخل تحكي تفاصيل كتير عن حياتها وبتاخد استشارات وآراء ستات زيهم زيها يعني، يمكن في منهم ناس أكتر خبرة ممكن في أقل خبرة، بس الحقيقة إن الكل بيدخل يدلي بدلوه بما فيهم أنا، كلنا بندخل بقى واحدة بتسأل سؤال إيه اللي تتعصب إيه اللي تتعاطف إيه اللي الكل بيعمل فيها مستشارة علاقات زوجية والكل بينصح، وفي كتير الحقيقة إن هما بينصحوا نصايح تودي في داهية، وفي بينصحوا نصايح كويسة، في صفحات بتضمن سرية اللي بتحكي وبيحجبوا اسمها وبيكتبوا لها إنها رقم، وفي لا ستات بتبقى صورتها واضحة وصريحة واسمها واضح وتحكي حكايتها عادي. فإحنا النهاردة عاوزين نرصد مخاطر وفوائد الموضوع ده، هل ده ممكن يبقى شيء صحي تنفيس عن غضب أو زعل، ولا ده ممكن يجر وراه مصايب زي اللي كانت هتتطلق بسبب مكالمة تليفون لبرنامج دي؟